الجائحة لحد الآن، ثم نستعرض بعض المعايير التي سيتم بدايتها، ولكن بقرار من المجلس الرئاسي اللي هو وقف الدراسة وتأجيلها حتى تتمكن اللي تبدلها التعليم. لا يمكن لنا كقطاع تعليم يعني بأنفسنا أن نقوم بامتحانات، والحمد لله اليوم آخر أيامات حيقفل العام الدراسي 2019 جائحة. طبعا اجتهدنا احنا هذه الجهات طبعا المعروفة طبعا مكتب الثقافة في استفادة بسيطة، بعدين احنا عندنا مركز تدريب حيتدخل مثل شيء احتياج. احنا في الثلث الأخير أو الربع الأخير من خطة وزارة التعليم في مواجهة جائحة كورونا، من وزارة التعليم بشان اعتماد الإطار الوبائي، هذا قرار وزاري يعتمد على مستوى عضوية الإخوة الزملاء في هذا. وانتم كان عندكم اقتراحات لنا طبعا باش تعرف. اليوم تواجدنا هنا ننفذوا في تعليمات السيد وكيل البلدية التعليم بشان التواصل معها. الكلوريكس 1 إلى 9 لكل لتر. بسم الله الرحمن الرحيم. خالد عبد الحميد يونس، مراقب تعليم بلدية غدامس. يأتي اجتماع هذا اليوم مع جهات ذات الاختصاص في المجال الصحي ومكافحة فيروس كورونا لمناقشة قرار أو آلية تنفيذ قرار وزير التعليم بخصوص تنفيذ الإطار الوبائي، كذلك تنفيذا لتعميمات سيد وكيل الوزارة بخصوص التعاون مع جهات ذات الاختصاص في البلدية. كان المستهدف الحضور رئيس فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض، لجنة التقصي والرصد بالبلدية، مركز التدريب، لجنة مكافحة الجائحة، لجنة المتابعة بالمراقبة، والجهات الإعلامية لوضع آلية التنفيذ وتحديد الأدوار التي تطرح لكل أو الواجب تنفيذها لكل جهة من هذه الجهات. تم تقسيم هذه الأدوار، بعض الحاجات أو بعض هذه الأدوار يقوم تنفيذها البلدية في فريق الرصد المركز الوطني، وإن شاء الله جملة من الأشياء تم الاتفاق عليها للمتابعة وتنفيذ هذه التعميمات، وإن شاء الله تكون العودة آمنة لأبنائنا الطلبة.